هناك أنظمة خاطئة وهناك أنظمة مبنية على الحرمان. طبعا أنا بقول بشكل مستمر حتى في حلقات من قبل، يعني كنت بقول بشكل مستمر، بقول يا جماعة لو أنت ماشي على نظام غذائي وهذا النظام الغذائي مبني على بأسلوب الحربان ابعد عنه، يعني ما لم يكن هناك خلل مرضي. يعني مثلا هناك بعض المتخصصين يعملوا أنظمة غذائية يبقى مبنية يعني مية وفاكهة فقط، موز، رجيم الموز، رجيم نتكلم عن الكيتو، والكيتو مفيد لكن لحالات معينة، لكن ليس لكل الحالات. يا جماعة لازم نوجه رسالة لكل الناس إن جسم الإنسان ده عقد تكوين موجود في العالم، اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش لغيره. ففكرة أي نظام غذائي يكون مبني على الحرمان الشديد لابد إن إحنا نبعد عنه ونطلعه من الحسبان بتاعنا.